حياتي كلها ما رح اقدر انسى اللي عملته فينا. لك انت شو؟ لك ما فكرت بلحظة انه ممكن تأذينا؟ ما فكرت بلحظة انه ممكن تأذي مشاعرنا؟ كيف فكرت تعمل عملتك السوداء هي؟ بس بدي افهم كيف؟ لك روقي سحار، روقي. لك انا كان قصدي يعني نخلص من هالمهزله اللي حطتنا فيها اختك من وقت ما اختفت. بعدين قلت هيك بندور عليها على مهل وبرواء، يعني كلياتنا معطلين شغلنا. انت واللي عملته حضرتك هو قمه المهزله يا استاذ يا مربي يا محترم يا فاضل. لك خلص اخصميها سحار، اخصميها، بعدين ما صار شيء. ايه لا سيدي ما راح اخصمها. لك خلص يعني هلا اللي صار صار، شو بنعمل يعني؟ شو تعمل؟ ما تعمل شيء، أنا اللي راح أعمل. طيب شو بدك تعملي؟ شو بدك تعملي؟ يا عمي تركت لك البيت وماشي. مستحيل أعيش مع واحد نصاب وصغير وتافه. بس اللي صار صار، مو حل تتركي البيت. لكان شو الحل برأيك؟ صفق له قول له برافو عليك فكرتك ممتازة؟ أصلاً أنا هذا أقل شي عملته بعد عملته السودا. معلش سوزان، تركيها عبين ما تهدى وتروح. ليك لك بنزير، أنا صارت هالورطة كلها ما جبت سيرتك بكلمة. تحملت كامل المسؤولية وعتفكر انه هذا لله بالله؟ لا، هذا تحسبا وحبيت اعمل معك وحده. صهر اذا بدك الحقيقه انا ما بطلع نقطه ببحرك. شو سويت؟ كل اللي قلت لي عملته. بعدين مو بتقول عني جاهل وما معي تاسع؟ يا سيدي انا جاهل وضحكت بعقلاتي، جدي ضحك بعقلتيس، بس انت الفهمان المتعلم وربي الاجيال. شو بنزر شو؟ شايفك حتغني لي؟ تعال اقول لك اخي، حارتنا ضيقه ومنعرف بعضنا. صالحني مع سحر وبسكت عنك وعن التزوير اللي عملته. بالمناسبة هوية نرجس لساتها معي. بس عدم مؤاخذة سيد موفق، يعني ما حدا دري بقصة الهوية، وجوزي يقبر قلبي سأله للمرأة إذا كانت ورجت الهوية لحدا. قالت له لا ما ورجت لحدا. ما دخل، التزوير تم حتى لو لم يستخدم. خلاصنا أبو سليم، رح صالحك انت وسحر، اخصم لي هالقصة بقى. بعدين القصد كان شريف بالآخر. بقى قلت لحالي اجي لعندك وقل لك، لأنك انت كبيرنا وكلمتك مسموعة. يا أخي على راسي وعيني، بس كمان اللي عمله سهرك موفق مو معقول. ولك في كتير من الاستهانة فينا، والله العظيم لو ما مسكت حالي كنت قدحت وكف قدام الكل. ولك شو عم تضحك علينا؟ مزبوط، هالفصل اللي عمله طلع كتير حمار وما بيفهم. بس شو منساوي؟ منخرب بيت أختنا بإيدنا ومنزيد على قلبها، ولا منسامحه ومنصفي القلوب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي أحسن كلمة قلتها، مشان هيك اليوم المساء أنا جاي لعندك وبدي إياك تكون محضر خير، وإذا بدك بجيبالك ديش موفق معيها، بيعتذر قدام الكل. لا 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 لا، نقعد مع أختنا لحالها بدون ما يكون لك ديش، بعدين بنطرح الموضوع. لك دخيل عينك يا أخي جواد، يا زينة بيت العنابي أنت. حتى يتربى وبعمره ما يغلط هيك غلطة. إيه بس إن شاء الله يكون استفاد من هالغلط، ما يرجع يكرره. ما بظن يكرره. بعدين ما تنسوا انه ابو سليم بيعتبر حاله صاحب عقل، واكيد القصه مأسرة فيه لانه انكشفت قدام الكل وبالذات قدام اولاده. يا خوفي كل هالشي يكون معنا له ابدا. اهلا وسهلا. اهلين خالة. اهلا وسهلا، تفضلوا. تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. مرحبا يا بنتي. اهلا وسهلا. اهلين خالته. خالو جاي تكون ضيفة معي، أمك رح تتروحن فيها كتير. خالتي نرجس؟ لا لا أنا رفيقتها أمينة. يا عيني. أهلا وسهلا. يا هلا، تفضلوا. شو حميدة نايمة؟ لا ما تسطحها جوا، هلا بقلها يلا. لا تعصبيها، خلص نحن رح نفوت لعندها. مرحبا أختي.
أنتي نرجس؟ لا والله يا حجة. أختي هي أمينة اللي حكيت لكم عنها، هي رفيقتي لنرجس. تعي تعي لجنبي، أنتي من ريحة الغوالي. تعي تعي حبيبتي تعي. لو تعرفي يا حجي قدي نرجس كانت تحبك، كانت على طول بسيرتك، ضلت متذكرة شلون فكيتيها هديك الليلة وهربتيها. بدك تضل تساوي هاي الحركات؟ والله بخجال. هدى حبيبي بتعرفي؟ احنا بس نتجوز لازم تتركي شغلك. انا مرتي وحبيبة قلبي بتقعد خانة والناس بتخدم عليها. يا الله صهيب، حاسة حالي عم بحلم. يعني كل عمري كنت احلم انه هيك حبيبي يجي ياخذني ونطلع مشوار سوا. لك ريحة سيارتك بتجنن، يعني هيك على طول هيك ريحة الشغلات الجديدة بتكون؟ والله شكل الحجة نايمة هلا. ما في فنجان قهوة؟ امي ما بتنام الأضوية مطفية. ماما صهيب ماما العباد لك استاذ صهيب. تسلم يا استاذ. الحقيقه انا تفاجات كثير وقت اللي شفتك، وتفاجات اكثر لما سمعت انك صهر العيني، مع انه عم نلتقي كل يوم بالمكتب بس ما سبق وخبرتني. يعني انا بعتبر الموضوع شخصي شوي. وصار لك زمان خاطب؟ لا مو كثير. الحقيقه الماما هي اللي اختارت لي البنت كونها بنت عائله كريمه. والنعم والله على كلين، الله يتمم لك بخير. تسلم يا رب.